هاي يا جماعة، ازيكم؟ النهاردة الفيديو مختلف شوية. انا امبارح عملت فيديو عن عيوب الابراج، او عملت حلقة عن عيوب الابراج. فناس كتير قوي بعتت قالوا لي على موضوع ان انا كنت بتكلم على برج الثور وبرج الجدي وبرج العذراء، ان في صفات مشتركة كتير ما بينهم. فناس قالوا لي اه صح، انا بحس ان انا اكتر برج بتوافق معاه هو برج العذراء، مثلا يكون هو ثور. ناس كتير بعتت لي رسائل على الحلقه دي بالذات، اللي هي حلقه امبارح بتاعت عيوب الابراج. لو دخلتوا على الفيديو الاخير هتلاقوني كنت بتكلم عن عيوب الابراج. فقالوا لي ممكن تتكلمي ايه الصفات المشتركه ما بين الابراج الترابيه اللي هم برج الجدي وبرج العذراء وبرج الثور. طيب، فانا قررت كده ان انا ارغي معاكم شويه. وناس زعلت مني ان انا اتكلمت عنهم، قالوا لي ايه ده، انت اتكلمتي عنهم وحش مع ان انت برج العذراء. اول حاجه، انا لما بعمل فيديو بكون منطقيه يعني، او انا بتكلم لوجيكلي، ما بحبش، مش عشان برجي هقعد احب فيه قدام الناس، بالعكس انا بحب اكون صريحه. فانا قلت ان الابراج دي مش بتعبر عن مشاعرها، ودي حقيقه على فكره يعني، انا ما كدبتش. واتحدى، والله العظيم اتحدى اي حد اتفرج عليا دلوقتي يجي يقول لي لا الابراج دي بتعبر عن مشاعرها بسهوله. انا واحده اصلا برج العذراء، انا ما بعرفش اعبر عن مشاعري. ممكن اعمل افعال تؤكد مشاعري، اما ما بعرفش اقول كلام حلو. انا مش بعرف اقول مثلا وحشتني، ما بعرفش اقول كلمه بحبك كتير، بس ممكن اقولها في افعال يعني. انا ممكن اعمل حاجات للي قدامي احسس ان هو بيحبه، انا او تور او جدي، هتلاقونا فينا نفس الصفه دي. اما هم مش لابقين قوي في الكلام، زي برج الحمل مثلا، زي برج الاسد. الابراج دي بتعرف تعبر عن مشاعرها قوي، زي برج الحوت، زي برج السرطان. الابراج دي هم ابراج رومانسيين بيعرفوا يتكلموا. طيب، الابراج الترابيه دي ابراج بتفكر بعقلها اكتر يعني، هم ابراج عقلانيه، منطقيين، طموحين قوي قوي يعني. دي من عمرك ما هتلاقي حد برج ترابي مش طموح، اوكي؟ هم طموحين جدا يعني، عندهم كده احلام ورديه في شغلهم، اهم حاجه عندهم ان هم ينجحوا ويحققوا طموحهم. علشان كده اول نصيحه عايزه انصحها لاي حد بيفكر يرتبط بحد من شخص ترابي، رجل كان او امراه، ما تدخلش في تحدي مع الشغل بتاعه يعني، ما تقارنش نفسك بشغله، وما تدخلش في تشالنج معاه في الشغل، لان هو شغله نمبر 1 في حياته. الشخص ده يعني بيعشق النجاح. انا كراشو برضو، انا برج العذراء، انا من اكتر الحاجات اللي بتسعدني في حياتي ان انا انجح، او يبقى عندي هدف واقدر اوصل له، او ان انا اقدر احققه. فالابراج دي عندهم الشغل يعني غايه ووسيله، اوكي؟ تاني حاجه، الابراج دي من الابراج الهاديه يعني، هم مش بيتكلموا كتير، مش من الابراج اللي بياخدوا على الناس بسهوله يعني. برج الجدي او تور او عذراء هتلاقيهم في البدايه هاديين، مش سهل ياخدوا على الناس، مش سهل يكلموا، مش سهل يعبروا. فطبيعتهم طبيعه هاديه ورسين شويه يعني. رسين ازاي؟ مش بتنططوا مثلا زي الجوزاء زي الحمل، لا، هتلاقيهم اللي هم الشخص الهادي اللي قاعد ساكت كده ما بيتكلمش، بيسمع اكتر. الاشخاص دي محللين بارعين، التلاته شاطرين في التحليل. التلاته عندهم مشكله الاوفر ثينكينج يعني، بيفكروا كتير جدا جدا، بيفكروا كتير يعني، دايما هتحس ان بالهم مشغول، ان هم سرحانين، ان هم بيفكروا كتير قوي قوي في حياتهم، في مستقبلهم، في طموحاتهم. التلاته مش شوي يعني، ممكن اكتر واحد شوي، مش شوي يعني ايه، يعني ما بيحبوش الفشخره والمنظره، ما بيحبوش الاضواء يعني. برج الجدي مثلا او الثور او العذراء، بالرغم من ثقتهم المتناهيه في نفسهم، الا ان هم مش بيحبوا يبانوا زي تحت السبوتس، تحت اللايتس، زي برج الاسد مثلا، او برج الحمل او قوس. دول بيحبوا يكونوا ظاهرين قوي. الابراج دي يا جماعه برضو من الابراج اللي شخصيتها قويه يعني. عمرك اطلاقا في حياتك، او مستحيل، مش هقول لك عمرك، تقابل حد من الثلاث ابراج دول شخصيه ضعيفه. بالعكس، دول شخصيات قويه، شخصيات قياديه، بيعرفوا يقودوا، يمكن كمان اكثرهم قياديه كمان برج الجدي. عندهم روح القياده عاليه، بيعرفوا يقود، عندهم تشالنج، بيحبوا التحدي. الابراج دي لما بيحطوا حاجه في دماغهم بيوصلوا لها. بيحبوا، بيعشقوا التحدي، ما بيحبوش يتكلموا كتير يعني. وسبيشال لو انت شخص غريب عنهم، مش هيتكلموا معاك كتير يعني. وانت شخص هم مش يعرفوك كويس، او اول مره تقابلهم، هتلاقيهم مستمعين اكتر، تحس ان انت اصلا هم بيكلموش خالص يعني، هادين قوي، ما بيهزروش مع اي حد على فكره، بالرغم من خفه دمهم وعندهم روح الدعابه يعني. وسبيشالي كمان يعني، هما التلاتة دمهم خفيف على فكرة يعني، سبيشالي عذراء وتور كمان يمكن أكثر خفة دما، بس الجدي كمان دمه خفيف وبيحب يهزر.
في حد كاتبني بيحب يقول لي بتحبيني قد ايه، انا ما اعرفوش اصلا. ما علينا. طيب الابراج دي برضو صريحه جدا، يعني هما ما بيحبوش لف ودوران، ستريت فورورد كده، يعني بيجيبوا من الاخر، مش بيعرفوا يجاملوا مثلا، مش بيعرفوا يقولوا حاجه غير اللي هما حاسينها، فبالتالي هما صراحه قوي. يعني لو بيحبوك هيبين ان هما بيحبوك، او يعني مش بيحبوك مش هتعاملوا معاك اصلا. اوكي، عندهم صراحه متناهيه، وقمه الصراحه طبعا معروفه، برج العذراء بيتربع على على عرش الصراحه، يعني اكتر واحد فيهم. يمكن الترس فيه سنه مجامله شويه، بس برضه صريح وستريت فورورد. يعني عايزه اقول لكم مثلا من الشخصيات البرج التور اللي هي فيري تورس، اصاله نصري، يعني انا بحبها قوي على فكره. شايفين اصاله بحسها ستريت فورورد، قويه، صريحه، بتقول اللي هي عايزاه على الميديا، مش بيهمها. لا، شخصيه قويه، شخصيه تقيله، يعني فاهم، فاهمين على السوشيال ميديا او على التلفزيون، شفتها قالت كذا تصريح صعبين، يعني مش فكانت بتتكلم بمنتهى الصراحه، عادي جدا. فالابراج دي ابراج قويه قوي. مثلا برج العذراء يا جماعه، صالح سليم، صالح سليم، تخيلوا برج العذراء، انتوا متخيلين بقى الشخصيه تقيله ازاي، عامله ازاي. انا على فكره يا جماعه زملكاويه، بس انا من عشاق صالح سليم، انا بعشق الراجل ده، الله يرحمه يعني. وشايفين اي فيديو لصالح سليم او اي انترفيو، اتفرجوا على قوه الشخصيه، اتفرجوا على الهيبه، اتفرجوا على التقل. طيب الابراج دي تقيله وبطيئه، تقيله وبطيئه ازاي؟ يعني هم مش لما بيحبوا او يقعوا في الحب او يعجبوا بحد مش بيطلعوا يجروا عليه، لا هم تقال قوي على فكره. مع ذلك هم لو حطوا حد في دماغهم ان هم يوقعوه في حبهم او شباكهم، قولوا عليه يا رحمن يا رحيم، الشخص ده هيجي لهم، يعني هيجي لهم. عارف اللي هو في اغنيه بتقول انا عارف ان بعدي مستحيل تقدر عليه، وان انت جاي جاي، هم كده، انت جاي جاي خلاص، طالما البرج ده حطك في دماغه هيجيبك. يعني الابراج دي على فكره من الابراج بتهتم قوي بالنظافه، بيهتموا بشكلهم على فكره، دايما هتحس ان هم ريبريزنتيف، شيك جدا، متالقين، فخمين، بيحبوا الفخامه على فكره، بيحبوا كده يبقوا لابسين كويس، بيهتموا بلبسهم، بيهتموا باناقتهم، بيهتموا بشياكتهم، بيهتموا بنظافتهم. الابراج دي بتحب النظافه جدا والنظام، سبيشالي برج العذراء. يا جماعه انا موضوع النظافه عندي، يعني انا ممكن ابتعد عن اشخاص علشان هم الهايجينز بتاعتهم او النظافه الشخصيه بتاعتهم مش عجباني. فالابراج دي بتعشق النظافه والنظام، هم منظمين اصلا في حياتهم، عندهم بلانز، هم مش بيحبوا العشوائيه، ما بيحبوش المفاجآت، بيحبوا دايما يبقى عندهم بلانز. التلاته كسولين على فكره، يعني التلاته كسلاء جدا، يعني كسولين جدا جدا، لانه هو بطيء فكسول، مش هايبر اكتيف، مش انرجيتك. مثلا في ابراج انرجيتك زي مثلا جوزاء، زي قوس، زي الدلو، دولت عندهم طاقه كده تحس ان هم بيتنططوا كده. لا الابراج دي بطيئه، انا عن نفسي بطيئه. كل واحد دلوقتي اتفرج عليا من الابراج دي قول لي هو بطيء ولا مش بطيء. انا بطيئه في كل حاجه يا جماعه، بطيئه في اتخاذ قراراتي، بطيئه في ان انا مثلا، بطيئه في الحب، بطيئه في اي حاجه في الدنيا، انا بطيئه. فاعترفوا لي تحت، قولوا لي انتوا بطاء ولا لا. الابراج دي بتعشق، يعني عشقها الاول هو النجاح والانجازات، الاتشيفمنتس، يعني دي اكتر حاجه زي ما قلت انها بتسعدهم. فهم عشان كده تلاقيهم بيحبوا شغلهم قوي، بيقضوا وقت كتير في شغلهم، فعندهم بريوريتي رقم واحد في حياتهم هو، يعني انا ما اعتقدش هو شغلهم ونجاحاتهم. فما اعتقدش ان ستات الابراج دي تحس ان هي عايزه تبقى ست بيت، لا هي عايزه تشتغل، عايزه تنجح، عايزه تحقق نفسها، عايزه تعمل اتشيفمنتس. يعني ستات الابراج دي لو انت فكرت تتجوز ست من ستات الابراج دي، لا هي مش هتبقى ست بيت على فكره، بالعكس عندها، وبيحبوا يعملوا مشاريع، وبيحبوا يعني هم مش هقول ماديين، بس هم بيحبوا يعملوا فلوس، وبيعرفوا بينجحوا ان هم يعملوا فلوس. الابراج دي من الابراج الشاطرين ان هم يكونوا اثرياء، لان هم بيعرفوا يحوشوا، بيعرفوا من اين تؤكل الكتف، وازاي يعملوا مجهود قليل ومكسب كبير. فدايما الاشخاص، دايما هتلاقوا رجال الاعمال الناجحين، المانجرز الشاطرين جدا، بينتموا الى برج ترابي. انا من الناس برضو اللي اكتشفت ان هو برج ترابي تامر مرسي، تامر مرسي اللي هو منتج كل الافلام والمسلسلات اللي بتنزل، وهو رئيس او مدير الشركه المتحده دلوقتي، هو برج العذراء على فكره. انا ما كنتش عارف ان هو برج العذراء، بس بالصدفه اكتشفت ان هو برج العذراء. فبرضو هو انا شايفاه شخص ناجح، يعني شخص ناجح، يعني ما شاء الله. يعني شفتوا انتوا اللي هم البرزنتيشن اللي حصلت في مصر، او الفاير ووركس اللي حصلت في مصر، كانت حاجة very special وحلوة قوي، ولمعت اسم مصر عالي. يعني طيب الابراج دي كمان من الابراج الغيورة
جدا، هم ابراج غيورين وعندهم حب تملك التلاتة، يعني هم بيغيروا بس هم مثلا مش مجانين من غيره، يعني مبينوش غيرتهم قوي مثلا زي الاسد والعقرب. العقرب والاسد يعني ممكن يعملوا اكشنز يعني تيجي على شكلهم علشان هم غيورين قوي. فلا الابراج دي في غيرتهم، غيرتهم تبقى غيره منطقيه، يعني هم بيخافوا على شكلهم قوي، بيخافوا على منظرهم قوي، فبالتالي لما يجي يغيروا ما بيحبوش يبقوا منتقدين، يعني فاهمين يعني. طيب من الصفات برضو اللي هي بيتميزوا بيها التلاتة العند. التلاتة عنيدين جدا جدا، عندهم عند مش طبيعي، عندهم قدرة على ان هم يقعدوا يدبيتوا معاكوا او يتناقشوا يتحاوروا معاكوا، مش هتغلبوهم في المناقشة وفي الدبيتس. يعني انت لو بتفكر ان انت الدبيت معاهم او تتناقش معاهم وتكسب النقاش هتخسر خسارة قوية. عندهم طولة بال لان هم زي ما قلت ان هم بطيئين، فبالتالي عندهم قدرة رهيبة ان هم يقعدوا يتناقشوا. هم بيحبوا النقاش وبيحبوا المايند جيمز، يعني هم يحبوا يقعدوا يتكلموا كتير بالمخ وبالعقل بالمنطق، يعني زي ما قلت هم شطار جدا جدا لان هم بيفكروا بعقلهم اكتر من قلبهم. اوكي طيب الابراج دي كمان من الابراج اللي عندهم حساسيه شويه، يعني حساسين، بس اكتر واحد حساس فيهم هو برج الثور يليه العذراء يليه الجدي. حساسين يعني سنسيتيف، يعني هم حنينين على فكره جدا، بس ما حنيتهم مش بتبان، لازم تخترق القشره الخارجيه علشان تدخل جواهم وتكتشف حنيتهم الحقيقيه. بيرفكشنست، يعني بيحبوا كل حاجه كامله، بيحبوا الكمال او بيحبوا كل حاجه بيرفكت، فدايما تحس ان هم بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا علشان الحاجه تبقى حلوه او احسن صوره. فالابراج دي من الابراج اللي بتحب كل حاجه بيرفكت. اخر حاجه عايزه اقولها لان حصل فيديو طويل قوي، ممكن اعمل فيديو تاني. ابراج دي ما بتحبش حد ينتقدها لان هم مش سهل يعترفوا باخطائهم، ودعي فيهم الثلاثه سبيشالي عذراء مثلا. عذراء ما بينتقد كتير جدا بس هو ما بيحبش الانتقاد. التور كمان مش سهل يعترف بغلطه، مش سهل يعتذره. بس الابراج دي يا جماعه عشان انا منهم اكيد هم حلوين جدا ويستحقوا الحب والتقدير مننا. هنعمل فيديو تاني، قولوا لي تحت انتوا بتتفقوا معايا ولا لا. بس الابراج دي لازم تهدوا عليهم شويه، تديهم وقتهم علشان يقدروا يعبروا عن مشاعرهم الحقيقيه. ما تستعجلوش معاهم، بالعكس خليكوا خدوا كل حاجه ستيب باي ستيب. عادي جدا هم شاطرين قوي ان هم يبينوا عكس مشاعرهم وعكس اللي جواهم لان هم راسين وتقال كده وهادين، فما تتخضوش لو هم بيحبوكوا جدا جدا بس بيبينوش الكلام دوت، مش بيبينوا غيرتهم، مش بيبينوا حبهم بسهوله، فبالتالي وما بيعترفوش بالحب بسهوله وما بيقعوش بالحب بسهوله. التلاته مش سهل يحبوا، بس لما بيحبوا بيبقوا عايزين ارتباط رسمي مش بلايرز. يمكن اكتر واحد بلاير فيهم برج العذراء، اما التور والجدي يمكن هم مخلصين جدا، بس التلاته لما بيحبوا بيكونوا مخلصين جدا جدا. بشكركم، بحبكم جدا جدا، واستنوا بقى فيديو تاني عن الابراج المائيه. ثانك يو باي. قولوا لي تحت الكلام ده ايه اكتر صفه قلتها حاسينها موجوده فيكم قوي 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 غير العند طبعا. شكرا، باي.